يستعد كل من حسن الرداد ويسرى اللوزي لتصوير أولى مشاهدهم في مسلسلهم الجديد آدم وجميلة، حيث يواصل مهندس الديكور الخاص بالعمل بناء الديكورات النهائية استعداداً لبدء التصوير. بيشارك في بطولة العمل يوسف فوزي وعلى إذنهم مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة. المسلسل من تأليف فداء الشندويلي والإخراج لأحمد سمير. ورغم قرب بدء تصوير المسلسل، لكن كل من البطلين مشغولين جداً بفيلم جديد. فالرداد مشغول بفيلم نظرية عمتي، واللي بيشاركوا البطولة فيه لبلبة وحورية فرغلي، والإخراج لأكرم فريد. وأيضاً يسرى لوزي مشغولة جداً بفيلمها من 6-1، بيشاركها البطولة أحمد الفيشاوي وشريف رمزي وإيمي سمير غانم وكريم فهمي. عمته بتقولك زبطي الكام سطر دول تاني، أوكي؟ ماشي. في إيه يا ليلى مالك؟ بفكر أروح لبيم بمودونيا الدوبلاج النهاردة. بيم بمودونيا برضو؟ أنا خايفة أوي يا فريد. يا بنتي ما تخافيش، مش أحسن ما أنتي قاعدة تشخبطي في الورق كده وتهري تنكتي في نفسك؟ استنى. ايه ده اللي اتفقنا عليه؟ تحبي اجي معاكي؟ ليه؟ عشان يقول عليا هفق؟ صح كده تربيتي. ميرسي يا فريد.